تتزوج. شنو رايك؟ اعطيني رايك في الغلاء نتاع المواد المدرسيه. والله نورمالمون من المفروض المواد المدرسيه يخفضوا فيها، بالعكس باش يشجعوا ويحثوا على الدراسه، معناتها يعاونوا العباد. قول كلمة، وجه كلمة للمسؤولين. نوجه كلمة للمسؤولين، نقول لهم ارحموا من في السماء باش يرحمكم، ارحموا من في الارض باش يرحمكم من في السماوات. زوالي اليوم مازال خالط على القفة نتاعو. صعيب شوي. باش صعيب شوي احكي. صعيب، غالية الخضرة، غالية الغلة، غالية اللحم، غالي كل شيء، غالي الحوايج، غالية كل شيء غالي. قداش يلزمو يخرج الفلوس باش يأمن عشاه؟ معناتها قداش يلزمو كيمشي يقضي؟ لا كيمشي يقضي، قداش يلزمو يهز باش يأمن العشاء كهو؟ الفطور والعشاء تنجرة معناتها نتاع اي نهار وعشاء يلزمو 40-50 ألف أقل حاجة، معناتها بالخضرة باللحم، معناتها بالخبز بكل شيء 40-50 ألف يوميا. معناتها يلزمو يبدأ عنده دار ملك ويصور في 2 ملايين ولا 1,800,000 باش يوفر معيشته، معناتها رغد العيش الكريم نقولوا. كيفاش العيش الكريم بالنسبة لي؟ العيش الكريم هو الكرامة، معناتها تاكل تلبس تعيش عندك مسكن والحمد لله الاكتفاء. التونسي اليوم قداش يلزمه ميزانية باش يتزوج؟ ميزانية بشي معناتها للحفلة، معناتها للزواج و زواج قداش يتكلف اليوم حسب رأيك؟ 30-40 مليون. شنو هو 30 ولا 40 مليون؟ العرس معناتها للصاغة وللمستلزمات نتاع الأفراح، معناتها العشاء والسالة والصاغة أقل حاجة معناتها تتكلف، والفرقة اللي باش يجيبها و... صحيح صحيح معناتها يلزموا يلزموا 2 ملايين، معناتها يلزموا 2000 دينار. 2 ملايين شنو؟ شهرية معناتها في الشهر يلزموا معناتها يدخل 2 ملايين أقل حاجة معناتها باش يعيش. أقل معناتها أقل حاجة، أقل حاجة ذي معناتها ذي قلت لك مرته معناتها ما تخدمش، عنده وين يسكن وزوز ملايين باش يعيش بهم هو ومرته، معناتها وعنده وين يسكن أقل حاجة. يعني مش كاري. لا مش كاري، زوز ملايين مش كاري، لا باش يعيش هو ومرته معناتها وباش يجيب صغار يلزم معناتها باش يصرف عليهم ومش كاري، خاطرك إذا كان يكري ما غالية الكري غالية. أنت تخمم توا في الزواج ولا؟ في الوقت الحالي لا. علاش لا؟ على خاطر صعبة الدنيا ويلزمني أنا نكون روحي، معناتها مستقبلي، معناتها منين باش نعيش أنا، حتى نعيش روحي قبل ما نخمم في الزواج. ساعة نخمم باش نعيش روحي نكون مستقبلي ومن بعد نخمم في الزواج إن شاء الله. سامحني قداش عمرك؟ 34 عام. وتوا تخمم باش تكون روحك في المستقبل؟ علاش ليه؟ كان ربي كتب علاش ليه ما يكونش عندي مورد رزق معناتها باهي، لا بأس به معناتها مستحب باش نجم نعيش. كيفاش باش تكون روحك؟ كيفاش باش تبدا؟ انا ما كملتش لا محاله قرايتي، دوزيام اني ثانيه جامعه مستوى ما كملتش قرايتي، وحتى بالمستوى اللي عندي ما لقيتش شغل في تونس، ما لقيتش خدمه معناتها. شنو هو المستوى نتاعك؟ شنو عندك؟ ثانية جامعة. شنو قريت الاقتصاد؟ اقتصاد ومالية دولية في كومبيوس المنار. شنو هو توجه للمسؤولين يعني على الحكاية هذوما؟ والله المسؤولين نوجه لهم صحيح تو باش نتكلم أنا باش تولي نحكي في سياسة وكذا، معناتها باش نقول مثلا فما عباد مثلا من بعد الثورة ما داخلين بالمعارف، مثلا داخلين بالمعارف شوف قداش من 2011 تو نحن في 2023 عندهم 12 سنة يخدموا معناتها. بالمعارف سامحني وضح لي.
معنى انترفونسيون معنى تدخلات يعرف فلان دخلوا يعني الخدمة في تونس ولات بالمعرفة معرفوا إلا ما نحبش نستعمل كلمة أخرى رشوة تدفع رشوة معناتها محسوبية ولات مع رشوة ومحسوبية معناتها وانت ما عندكش معارف وما تنجمش تخدم ما تنجمش ما عندكش معارف ما تخدمش في كل شيء ما عندكش معارف ما تخدمش شنو تتمنى؟ نتمنى نلقى خدمة ما مورد رزق طبعا ماكش تخدم؟ لا مانيش نخدم طبعا منين تاكل؟ والله عايش مع بابا وامي معناتها ماذا بيا نلقى خدمة صاب في برشا معناتها شاركت في برشا مناظرات وما أسعى ما حالفنيش الحظ مع عايتوليش معناتها ربي سهل لك آخر كلمة تقولها آخر كلمة نقولها إن شاء الله ربي يخفف علينا ويرحمنا وكهو مرسي